السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عشان مع بعض قاعدة 4-4 لما يكون عندي عمليات كتير هتكرر مع بعض. على سبيل المثال عندي مجموعة من القيم في سلسلة وعايز أصبحهم كلهم واحد ورا الآخر، فلو عملتهم بالأسلوب اليدوي يعني خلينا نقول مثلا إكس بتساوي قيم، وأقول مثلا دي بتساوي أحمد مثلا، علي، معاذ، عشان ابدا اطبع بقى كل واحد فيهم هقول له مثلا برنت اكس، وبين قوسين هقول له ان الاكس دي هتساوي مثلا 0، وبعد كده هقول له برنت اكس واحد، هتاخد وقت كتير جدا على ما اقعد اعمل السلسلة دي طويل قوي. فانا ممكن استخدم قاعدة فور لكل فور اي ان اكس، يعني كل قيمة اسمها اي في الاكس. تمام، هيعمل ايه بقى؟ اطبع قيمة الاي كده بقى، مهما كان طول السلسلة هيخش على السلسلة دي ويطبع الاي اللي جواها بالشكل دوت. تمام، وممكن مثلا اقول له اطبع لي فور اي ان بروجريس فور اي ان رينج 10 او اي رقم انت عايزه اطبع لي. بس هنخلي دي هو كده، فهيبقى هيحط دي جوه اللوب دي. لما شلت المسافة ديت خلاص ما بقاش في اللوب، يعني لما في مسافة هتبقى في نفس اللوب. اقول له اطبع لي برنت اي، بدأ يطبع كل الارقام اللي موجودة من الزيرو لتسعة، لأن هو بيبدأ العد من الزيرو مش من واحد.